مزيار محتسبي طبيب متخصص في الأورام السرطانية في أحد المستشفيات الضاحية الباريسية، إيراني المنشأ والجنسية، ممن أسهموا خارج اختصاصهم في مجابهة جحافل المصابين بفيروس كورونا، وهو أحد الأجانب الذين شملهم الإجراء الفرنسي الجديد، ينتظر جنسيته الفرنسية بعد أن استكمل كل الإجراءات الإدارية في وقت قياسي ومن دون عراقيل بيروقراطية. أثمن هذا القرار الذي أرى فيه اعترافا بالجميل من الدولة الفرنسية حيال العمل الذي بذلناه منذ بداية الوباء، والجميل أن يشمل الإجراء كل الوظائف التي كانت في خط المواجهة مع الفيروس. هو أمر مفرح حقيقة أن يثمن البلد الذي استقبلنا جهودنا في مواجهة الجائحة. وكانت وزيرة الدولة الفرنسية المنتدبة لشؤون المواطنة مارلين شيابا قد أكدت في تغريدة لها على تويتر أنها طلبت من المحافظات تسهيل وتسريع تجنيس الأجانب العاملين على خط المواجهة أثناء تدابير الحجر الصحي. قرار سليم برأي مراقبين لكنه غير كاف. أعتقد أنه يجب الذهاب بعيدا في هذا المنحى، وذلك أن يشمل التجنيس الطلبة الأجانب في تخصصات مثل الطب والفروع العلمية الأخرى، فلقد رأينا أنه في ألمانيا من ساهم في صناعة لقاح فايزر بيوتيك هم علماء من أصول تركية، والأمثلة في هذا السياق لا تعد ولا تحصى. في مقابل ذلك ومنذ بداية الأزمة الصحية ارتفعت أصوات تطالب بتسوية أوضاع العمال الذين لا يملكون أوراق إقامة، فمنهم من كان على الخطوط الأمامية أيضا في مواجهة كورونا، والغالبية منهم تشغل بشكل دائم وظائف متعلقة بالمرافق الاجتماعية الأساسية كمرافقة المسنين وخدمات التوصيل والزراعة وحتى فرز النفايات. 16,000 شخص حتى الآن تقدموا بطلبات لنيل جواز السفر الفرنسي حسب بيانات وزارة الداخلية العام الماضي. بموجب هذا البرنامج الخاص الذي يسمح بالحصول على الجنسية الفرنسية في وقت قصير. رقم مخيف بالنسبة إلى الأحزاب اليمينية المتطرفة التي ترى فيه دعوة لتدفق الهجرة غير القانونية وفتح الباب للفوضى. شوقي أمين، العربي، باريس.